ونجم فريق الاهلي ياسر ابراهيم اللي اتصاب بعد ما لعب ماتش الاهلي امبارح والجونه، اتصاب طبعا في الكاحل. الطبيب طبعا الخاص بالفريق اداله راحه واحنا بنتمنى له كل الشفاء. طبعا الماتش ده خلص 5-2 فبنتمنى لياسر كل اللي يعني بنتمنى له الشفاء العاجل طبعا. يعني يمكن كمان الكابتن سيد عبد الحفيظ امبارح بعد المباراه على طول قال ان النهارده عمل اشعه، او كان بيقول امبارح احنا هنعمل اشعه، والاشعه قالت انه يعني في مزق خفيف في انكل الرجل، ده محتاج فتره من 3 اسابيع ل4 اسابيع، وبالتالي هيغيب عننا. اعتقد عنصر مهم جدا جدا ياسر ابراهيم، اللعيبه الكويسه سيرديباك على اعلى مستوى، كان ماشي بشكل كويس، لكن نتمنى له كل التوفيق ان شاء الله، ودايما يكون اضافه للنادي الاهلي. هيغيب 3 اسابيع مش قليلين بس طبعًا. يعني ان شاء الله اهم حاجه يعني ان ربنا يقومه بالسلام ان شاء الله. طبعا عندنا الخبر